هل يجوز للإمام أو غيره أن يقرأ بهذه القراءة أفرأيتم اللات والعزى بتشديد التاء؟ هذا قلنا وصدر في فتوى من اللجنة الدائمة أنه ما يقرأ بقراءة خارجة عن قراءة أهل البلد، فإذا كان أهل البلد يقرؤون بقراءة حفص فلا يخرج على الناس في الصلاة يشوش عليهم، إذا كانوا يقرؤون بقراءة ورش يقرأ بها وهكذا. نعم.